شحال ديتي هذه شحال؟ غادي يردها. ها؟ غادي يردها. غادي يردها. تبارك الله. شحال كتقول فيها؟ قلنا لهم 30 عطاونا 26. قلتي 30,000 عطاوك 26. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم، شكرا من القلب. اليوم ان شاء الله باذن الله كنتواجدوا في خميس مديونه بتاريخ 30 شهر 5 2024. ان شاء الله باذن الله غادي نتعرفوا على الثمن اللي كاين في مديونه نواحي كازا الاخوان، باش تعرفوا الثمن اللي كيوصل في هاد الاسواق اللي كيكونوا قراب الكازا. هادشي اللي غتعرفوا معايا ان شاء الله باذن الله في هذا الفيديو. وما نطولش عليكم، الا كنتي انت اول مره كتشوفنا ما تنساش معك لايك كومونتير سبسكرايب وتبارطاجي مع اصحابك، وشعارونا ديما الله يغلبنا عليهم. اخوان ضروري نفطروا ان شاء الله باذن الله ونمشيو نبارطاجيو معكم ان شاء الله الثمن. نعيني عاد اللهم بارك. والدكيكه ديال بصح وسير. الله يحفظك، الله يعطيك الصحه. الله يحفظك. كاين الحرشه؟ صاوب لي شويه ديال الحرشه. انا الحرشه اللهم بارك الاخوان. داكشي يا سلام. الله يحفظك. تحيه لمراد. الله يحفظك. تحيه للناس ديال فاس. اييه في خميس مديونه جيو عندو. شد الدكه كي دايره. تلا الله يعطيك الصحه. سير الله يعطيك الصحه. كدير حتى الشفنج. سير الله يسخر لك. الله يسخر لك. ريشه كويس ديالها هذا الاخوان. الله يبارك. 98 اللي باغي عطاو 80. 4000 درهم اللي عطاو هذا الخير الاخوان. هذا شمن المرقد هذا؟ خريبكا. هذا عطاو فيهم 98 لواحد الاخوان في الرادي. كطلبوا كطلب 98 وما عطاوك والو؟ باقي ما عطاو والو. 98 اللي كيطلب فيهم الاخوان. سليعه البياض ما شاء الله والزين تبارك الرحمن خير مولانا. وموجودة البرقية كتكون هنايا في خميس مديون. البرقية موجودة كتكون تبارك الله. بالنسبة للناس النواحي ديال كازا كازا راه كاينة البرقية في خميس مديونة. كاينة البرقية موجودة وكيطلب 98,000. وهذا شحال كطلب هذا؟ تبارك الله 140. 140 الإخوان خير مولانا. اللهم بارك. لبسس لبس ماطي الخوت تبارك الرحمن. سير الله يسخر خويا. الله يسهل عليك تبارك الله. خير مولانا والجمال. بالنسبه للمديونه الاخوان راه كيدخل ليها الغليظ ديال بصح الاخوان. الجمال تبارك الرحمن. شحال عطاوك خويا هنا؟ باقي ما عطاوناش 124. 124 124 اللي كيقولوا باقي ما عطاوش. سير الله يسخر خويا. الله يسخر. الله يجيب لك تيسير. هذا شراهم واحد العياد تبارك الرحمن. خير مولانا اللهم بارك. شراهم عياد. غنسولوه ضروري على الثمن ضروري على الاخوان. شحال مشى هذا خويا؟ شحال؟ ما عرفتش اخويا. ما عرفتيش؟ خير تبارك الله. الجمال والزين. سير الله يحفظك. المهم كاينه الغليظه الاخوان البهيم الغليظه كاينه الاخوان موجوده في مديونه. الله يبارك. الزين. هاد السليعه هادي ما شاء الله غنسولو على الثمن ديالها. كي داير خويا؟ بخير صحيحه. شحال داير هذا الخير هذا؟ 84 اللي عطاهم. 84 اللي عطاوكم 10. 84 الاخوان اللي عطاوه جمله 84. خير مولانا تبارك الله. الله يسخر. شحال كطلب خويا انت؟ 90. 90 موجوده. 4500 درهم اللي كيطلب. 4500 درهم. والجمال ما شاء الله كاينه حتى هذه. هذه خير مولانا 4500 درهم جمله الاخوان. خير خير تا الراس الحمراء الاخوان راه كتدخل المديونه تبارك الرحمن. الله يجعل شي بركه بالنسبه للناس اللي كيس. خويا الله يحفظك ليا. الله يكبر بي. خير مولانا اللهم بارك. راس الحمراء راه مليحه تبارك الله. شحال دايره هذه يا خويا؟62. 62,000 تبارك الله اللي عطاوكم. وشحال كطلبت يا خويا؟ كنطلب 72. 72 تبارك الله. 72 جمله الاخوان. الله يبارك تبارك الرحمن. خير مولانا. سير الله يسخر خويا. الله يسخر. هذا الاخوان اللهم بارك ينظر بسواد وياكل بسواد. 130 تبارك الرحمن. خير مولانا 130. سير الله يسخر. الله يسخر. الله يسهل عليك. هذا الاخوان تا هو 130 تبارك الرحمن. 130
راه كاينه البهيم الغليظه في مديونه الاخوان. بالنسبه للناس اللي باغا البهيم الغليظه راه موجوده في مديونه الاخوان. بارك الله خير مولانا، اللهم بارك. هادو الاخوان 115 جمله، 115 تبارك الرحمن. سير الله يسخر، الله يسخر. هما الاخوان 112 عمر، الله يبارك. وعطى فيهم واحد الدري عطى فيهم 90 جمله. شحال عطيتي؟ شحال عطاش تقريبا؟ شحال عطيتي؟ 95 اللي عطاهم باش يبيع ليه الاخوان جمله. 95 اللي عطى جمله. هذول الاخوان راه وصلوا معاهم ل 100، 5000 درهم لواحد، وباقي ما بغاوش يبيعوا لي 5000 درهم لواحد الاخوان. نياك نايا سبع كامل، نايا كامل، نايا نايا. هذا سنان الحليب، هذا سنان الحليب. يلا نهرس. عطاو 5000 درهم الاخوان ومازال ما بغاش يبيع. الله يبارك. هنا تا البرقية الإخوان هنايا موجودة تبارك الله. هذو الإخوان هاد البرقيين هادو 4000 درهم، وعطاوه 3000 ريال أرباح وما قنعاتوش. 3000 ريال أرباح فيهم كاملين الخوت وما قنعاتوش. هنا الإخوان كاين واحد الغلا ما يمكنش غلا، لدرجة أنه هذاك اللي شاد الحولي كيقول لي بلا ما تصور راه لحقاش، راه كاين واحد الغلا خليه تيجي للسوق كاين ويشوف بعيني. المهم الاخوان هنا كاين الثمن صراحه، وبالخصوص النواحي اللي كيكونوا في كازا، يعني كيكونوا الناس غادي يجيو يتقداو من كازا، كيكون واحد الثمن باهظ جدا كيف لاحظتوا في الخروف. اللهم بارك. كتسمع عطاو، وهذه الجمله عطاو 5000 درهم وما بغاش. جمله 5000 درهم وما بغاش الاخوان. دابا انا غادي نضطر انني نصور لكم واحد شويه هنا. وهذا السوق هذا راه ماشي كبير بزاف الاخوان، راه كيعمر غير في العواشر، ما كيكونش كبير بزاف الخوت. دابا غنتعرفوا على بعض الاثمنه، نشوفوا لكم نصوروا لكم حواله، وغنصوروا لكم الجار، يعني غنتسنى هنايا حتى يشري بنادم وغادي نسولو بشحال خدا الثمن. وهنا الناس راه ما كيكذبوش الاخوان، راه كيقول لك الثمن هو الثمن سالينا، ولكن الاخوان كاينين بعض الكسابه، بعض اللي كيبيعوا ويشريوا مع الحولي كيكون غالي ما كيقدرش انه يبارطاجيه في الفيديو. هادشي اللي كاين الخوت العادي. اللهم بارك. الاخوان ديال الفقيه بن صالح ناضي، اللهم بارك. سليعه زوينه ما شاء الله، كانت البارح في الاربعاء الفقيه بن صالح خير مولانا. هذا باش قال لي مقيوم عليه 6000 درهم باش مقيوم عليه، باش مقيوم السيد دو معايا قال لي 6000 درهم باش مقيوم عليه ترونسبور، يعني غيكون وسداسي. سداسي ياك؟ سداسي 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 المليح تبارك الله. هو كيقول الاخوان 130 تبارك الله خير مولانا زين. هنا راه خير مولانا الاخوان. ويوسف اش عطاوك في هذا؟ ويوسف هذا اش عطاوك؟ قول 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 140 وباقي ما عطاوش. السلعه راه كتدخل بهذا القدر الاخوان، خميس مديونه شو تبارك الله قداش ما شاء الله تبارك الرحمن خير مولانا الاخوان. ولكن راه ما كاين شاري، راه ما كاين شاري قليل الاخوان. غنتسناو حتى ل 10 ولا ل 11 عاد نشوفوا واش غيدوز شي شاري ولا لا الاخوان. خير مولانا اللهم بارك. والزين تبارك الرحمن. هذا مولاهم راه مخليهم وهارب تبارك الله. خيورات والزيونات. شحال هاد الخروفات بويا؟ شحال؟ كيقولوا 30000. 30000 تبارك الله. 30000 خير مولانا الاخوان. 1500 درهم، 1500 درهم خروفات جيدات تبارك الله تبارك الله خير مولانا اللهم بارك. شحال عطاوك خويا هنايا؟ دابا معطيه 120 دابا 120 6000 درهم اللي معطيه تبارك الله خير مولانا اللهم بارك. الله يسخر لك خويا. شحال كتطلب خويا؟ شحال كنطلبوا؟ 140 140 140 اللي كيطلب. سير الله يسخر، الله يسخر خويا تبارك الله خير مولانا اللهم بارك تبارك الرحمن. هذا الخير كامل الاخوان داز ب 83، ولكن في واحد العيبه
دور دور ها هي في هذه الحبوبه هذه وهذه الحبوبه الاخوان راه كاين في الحولي بداش كتبرا ياك 83 كما كانتش في ديك الحبوبه غيدير كثر الاخوان 83 تبارك الله الله يسخر راه كيتخلص الاخوان خير مولانا هذا الخير تبارك الله ما شاء الله 84 الاخوان 84 الف خير مولانا سير الله يسخر زوين تبارك الله وهذا الصغير هذا الموين 75 البدري 75 الاخوان الله يجيب لك تيسير الله يسهل خير مولانا اللهم بارك تبارك الرحمن زين تبارك الله شحال كتقول لي قلتي 124 124 اللي كيقول الاخوان والجمال ما شاء الله تبارك الرحمن بالنسبه للسلعه راها كاينه غليظه وزينه الاخوان الله يحفظك سير الله يسهل عليك الله يسهل عليك هذا الخير ما شاء الله تبارك الرحمن الزين ما شاء الله نسولوا على هذا القداري شحال الثمن ديالو شحال هذا خويا شحال خويا 82 82 الاخوان اللي داير سير الله يسخر لك الامور خويا الله يسهل عليك كاين الاخوان حتى الجمله هنايا في مديونه كاين الجمله موجوده تبارك الله بالنسبه للفرادي الاخوان راكم شفتوا معنا الثمن ديال الفرادي كاين المليح تبارك الله الخير ما شاء الله تبارك الرحمن 62 الاخوان جمله اللهم بارك بدريه 62000 3100 درهم الخوش خير مولانا الله يسخر الامور هذا الخير الاخوان اللهم بارك 96000 جمله 96 تبارك الله بالنسبه للثمن كاين الثمن هنايا تبارك الله ما شاء الله في مديونه كاين الثمن الاخوان هذا 5500 درهم باش تباع الاخوان الله يبارك 5500 درهم مليح نشوفوا هذا بشحال مشى تبارك الرحمن خير مولانا اللهم بارك بارطاجيو معكم الثمن ديالو ان شاء الله شحال مشى هذا شحال 76 تبارك الله خير مولانا 76 خير تبارك الله نشوفوا هذا شحال داوه تبارك الله ما شاء الله شحال ديتو هذا شحال شحال ديتو 90 4500 درهم تبارك الله سير الله يسخر لكم زوين تبارك الله 4500 درهم تبارك الله هذا الجمال ما شاء الله غادي نتعرفوا على الثمن ديالو الاخوان الله يبارك وشحال ديتي هذا الخير هذا خويا 106 خايدهم 106 انت ياك هذا 5000 درهم تبارك الله ياك يعطي انت باغي تبيع بيع 106 وقال لك اللي عطيتوني الرباح ربحوها الاخوان شنو بان لكم الاخوان تبارك الرحمن خير مولانا هذا قلتي 5000 درهم وهذا 106 تبارك الله زوين تبارك الله ما شاء الله اش داير رباعي وهذا هذاك ثني هذا ثني تبارك الله ما شاء الله شحال بغيتيهم يربحوك واش غادي نقول لك اجيو مرحبا بهم عا قول لي شحال بغيتي اجيو مرحبا بهم لا الزين ما شاء الله تبارك الرحمن خير مولانا اللهم بارك ياك قول النمره ديالك 0 الساق 49 88 65 79 مرحبا بها جيت سيدي مسعود جيت كاريان سيدي مسعود لا ماشي سيدي مسكاريان سيدي مسعود لوطو فوق لوطوروت فوق لوطوروت ياك عندك البهيم تما كاين البهيم تما سير الله يسخر لك خلي عديت انا نبقى العيد يومين وجدي ياك ايه خير مولانا راه السيد كيبيع ويشتري سير الله يسخر لك خويا والله يسهل عليك هذا 5000 درهم وهذا 5300 درهم يعطيك الرباح حنا دابا حضروبه تبارك الله مليح سير الله يسخر الله يحفظك خويا الله يحفظك الله يسخر بالنسبة لهذا الإخوان عياد داه اللهم بارك 4000 درهم باش داه الإخوان في خميس مديونة 4000 درهم بخير مولانا اللهم بارك زين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله واحد العياد هنايا هاد الخروفة هادي داها ب 2000 درهم الإخوان اللهم بارك تبارك الرحمن زين ما شاء الله تبارك الرحمن في خميس مديونة 2000 درهم الخوت وكاين حتى هاد راس الحمراء هذا ما بغيت تسولو سولتو على الخروفه الاخوان المهم كاينين عياده هنايا
وهذاك السرايدي ما شاء الله الجمال. المهم الخروفه الذهب 2000 درهم الاخوان، الله يبارك في خميس مديونه. لقيتي هذا شحال؟ 68 تبارك الله بجوج ياك؟ 68 الواحد زعما الواحد، هذا تا هو 68 تبارك الله. 68 الواحد كاين المعقول. لا المليح نيت كاين ياك؟ ها المعقول ولكن 68 المعقول باش معقول 68 كيكذب على المهم وكاين شي وحدين ماشي بحال وجهك اللي بحالك حتى كيجي نصب على بنادم الله يكبر بيك. ولكن واحد الواحد كيقول واحد السميه ما بقاش عاقل عليه ما مزيانش ياك. هاني هاني تبارك الله الاخوان 68 سير الله يسخر ليكم الله يسخر بارك الله. 76 خروفات جيدات تبارك الله 76 باش داتهم عياده سير الله يدخلهم عليك بالصحه والسلامه الله يحفظك 76 تبارك الله ما شاء الله. المهم الاخوان كان هذا هو السوق ديالنا ديال اليوم ديال خميس مديونه، داخل ليه المليح ولكن فيه الثمن الثمن ديال بصح مقارنه بالسوق ديال القفاف البارح. شنو بان لكم نتوما في الثمن ديال هذا خميس مديونه؟ هذا تقريبا الاخوان اللي مزيوده غير 300 درهم 400 درهم في الخروف، وكاين اللي كيشري سومه زوينه وعلى حساب انت والمشرى ديالك الاخوان. المهم داخل البهيم ومازال السوق ما عمرش بزاف، راه ما عمر السوق بزاف الاخوان، بارطاجيت معكم القليل وبزز بس صورت هذا الفيديو، يعني البهيم قليله والشاري قليله الاخوان، حتى واحد ما قاد يحط يدو على الخروف. لحقاش هنايا كيكون الثمن مرتفع واحد شويه، لحقاش كيكونوا هاد الاسواق هادو اللي كيكونوا قراب الكازا كيكون الثمن يعني كيتسناو العياد غير يحط يدو ويشنشطوه. هادشي اللي كاين الاخوان. نتمنى انني بارطاجيت معكم بعض الاجمله اللي معقوله في هذا السوق هذا ديال خميس مديونه. ولا عجبك الفيديو ما تنساش لايك كومونتير سبسكرايب وتبارطاجي مع صحابك، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وسوق جديد وشعارونا ديما الله يغلبنا عليهم. تحياتي.